طبعا في نظام جديد، سيارات الفورد سي ماكس. السيارة طبعا هاي مشكلة وإضافات تقنية دائما شغلنا على الام كي زد وعلى الفورد فيوجن. طبعا من الشغلات المهمة جدا انه اوقات انت بتنسى الشباك فاتح، فبصير انه يعني بتتعب انك ترجع تشغل السيارة وبعدين تسكر الشبابيك. هلا في برنامج احنا بنقدر ننزله على السيارة انه عن طريق المفتاح بنقدر نتحكم فيها، نفتح ونسكر. هاي عملية الفتح، كبستين على الفتح نفتح الشبابيك، كبستين اغلاق بسكر الشبابيك. هاي طبعا بنعمل كبستين اغلاق، بننتظر دقيقتين او ثلاث بحيث انه الاوردر تبع الشبابيك يأخذ. طبعا اذا بدنا نخلي الشبابيك لحد معين يفتحوا نعمل عملية فتح وبنوقفها عند اي مكان، هيك بوقف على نفس المستوى. وعملية التسكير نفس الموضوع، كبستين اغلاق وبعد ما نوصل للمستوى اللي بدنا اياه بنكبس على كبسة الاغلاق وبوقف. نعملها هاي، هيك بدنا نوقفها، هيك سكروا الشبابيك لحد معين احنا بدنا اياه، وكله عن طريق المفتاح بدون ما نشغل السياره. طبعا هاي السياره مش شغاله بس احنا جالسين جواتها على اساس انه هاي. وهاي لو بدنا نفتح السياره ونسكرها نبعيد، هاي سكرناها. طبعا في نظام جديد، سيارات الفورد سي ماكس. السيارة طبعا هاي المشكلة برامج قليلة وإضافات تقنية دائما شغلنا على الام كي زد وعلى الفورد فيوجن. طبعا من الشغلات المهمة جدا انه اوقات انت بتنسى الشباك فاتح، فبصير انه يعني بتتعب انك ترجع تشغل السيارة وبعدين تسكر الشبابيك. هلا في برنامج احنا بنقدر ننزله على السيارة انه عن طريق المفتاح بنقدر نتحكم فيها، نفتح ونسكر. هاي عملية الفتح، كبستين على الفتح نفتح الشبابيك، كبستين اغلاق بسكر الشبابيك. هاي طبعا بنعمل كبستين اغلاق، بننتظر دقيقتين او ثلاث بحيث انه الاوردر تبع الشبابيك يأخذ. طبعا اذا بدنا نخلي الشبابيك لحد معين يفتحوا نعمل عملية فتح وبنوقفها عند اي مكان، هيك بوقف على نفس المستوى. وعملية التسكير نفس الموضوع، كبستين اغلاق وبعد ما نوصل للمستوى اللي بدنا اياه بنكبس على كبسة الاغلاق وبوقف. نعملها هاي، هيك بدنا نوقفها، هيك سكروا الشبابيك لحد معين احنا بدنا اياه، وكله عن طريق المفتاح بدون ما نشغل السياره. طبعا هاي السياره مش شغاله بس احنا جالسين جواتها على اساس انه هاي. وهاي لو بدنا نفتح السياره ونسكرها نبعيد، هاي سكرناها.